بفضل نعمتك وعمق رحمتك آتي المحبة وأرتمي عليك أروي ظما قلبي وشوقي وحبي فراحتي يا ربي وحاجتي إليك تحمدك الشفاء وتنحني الجبال لشخصك يا الله فأنت خالقها تسبح القلوب أمامك تذوب فاسمك مهوب وأنت سيدها إلهي ما أبهاك ما أعظم غناك فعيش في رضاك شوقي ولذتي لذا انتظرتك وعيني نحوك وتحت ظلك تطيب جلستي تحمدك الشفاء وتنحني الجبال لشخصك يا الله فأنت خالقها تسبح القلوب أمامك تذوب فاسمك مهوب وأنت سيدها إلهي صخرتي حصني وقوتي وكل بهجاتي بقربك يا يسوع يا فرحتي بك فزت بحبك وقرب قلبك أحبك يا يسوع تحمدك الشفاء وتنحني الجبال لشخصك يا الله فأنت خالقها تسبح القلوب أمامك تذوب فاسمك سيدها. عزيزي المشاهد أرحب بك في برنامج رسالة حية. أهلا وسهلا بك، أصلي من كل قلب أن تكون هذه الرسائل وهذا البرنامج سبب بركة لحياتك ولحياة كل الذين يشاهدون هذه الحلقة معنا. أقرأ من كلمة الله من إنجيل يوحنا الأصحاح السابع عدد 37. وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. عزيزي المشاهد، أرجو أن تكون لاحظت من العدد الذي قرأته على مسامعكم هذا القول الرائع الذي قيل عن رب المجد يسوع: وقف ونادى قائلا. أرجو أن تلاحظ كلمة وقف، فهي تفيد الجدية
والنشاط والتقدير للسامعين لأقواله، ثم القول نادى، فهو لم يكن متلعثم في الكلام أو بالصوت المنخفض، لكن كان صوته بأعلى ما يكون محذرا ومبشرا. ولذلك يقول الكتاب نادى قائلا. ثم الأمر الثالث، كانت الرسالة واضحة. قال إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. لم يعطي مقدمة طويلة ويكثر من الكلام، لكن أقواله كانت تصيب الهدف. هذا شيء عظيم يجب أن يتعلمه كل كارز من الذين يكرزون ببشارة الإنجيل. يجب أن يكون فينا النشاط والجدية، وفي ذات الوقت يجب أن ننادي محذرين ومنذرين، وهذا لا يأتي إطلاقا إلا إذا قدرنا قيمة النفس وغلاوتها. أنا أعلم أن كثيرين يخدمون ويكرزون بكلمة الحياة، لكن بكل أسف لم يبالوا بحاجة النفس، ولم يبالوا بغلاوة وقيمة النفس. إن رب المجد يسوع تبارك اسمه إلى الأبد يحب الإنسان ويقدره، لأنه هو الذي خلقه، وهو الذي أتى إليه متجسدا لأجل فدائه. إنه يحب الإنسان، إنه يريد راحة الإنسان، إنه يريد ارتواء الإنسان. ولذلك لكل شخص منا غلاوة خاصة على قلبه، ولذلك يقدم الرسالة بوضوح تام. أحبائي، أصلي من كل قلبي أن يعطي الرب لكل كارز ولكل خادم يقظ في ضميره، فيقدر غلاوة النفوس. إذا أردت أن تعرف قيمة النفس التي تتحدث إليها بكلمة الحياة، فقيمتها من الثمن المدفوع فيها. وأي ثمن؟ لقد دفع المسيح حياته على الصليب لأجل هذه النفوس. لذلك لنذهب إليهم ولننادي لهم بكل قوة، مملوئين بالروح القدس، مبشرين ومحذرين. عزيزي المشاهد، تعال بينا نشاهد ونسمع الكلام اللي جاي علشان نفهم الموضوع بأكثر من ذلك. التوقيت الذي تكلم به الرب بهذه العبارات الجميلة التي فيها نادى وقدم أروع نداء، بل أروع دعوة لكل من يشعر بالعطش، كان في اليوم الأخير العظيم من العيد. زي ما أنتم عارفين صعد إخوة الرب إلى العيد، لكن يسوع لم يصعد معهم. طلبوا منه الصعود ليري ذاته للناس، لكنه رفض وكأنه خائف، أبى أن يصعد معهم. لكنه صعد في التوقيت المزبوط، كل شيء عنده له توقيته، ما فيش بيعمله مجرد تجربة أو حظ أو الظروف تساعد على ذلك، لكن كل شيء له توقيته المنضبط، فهو يعرف متى يصعد ومتى يمكث، متى يعمل ومتى لا يعمل. فصعد في التوقيت، وحدثت مجادلات بين الفريسيين بعضهم مع بعض، وحدثت بعض المناقشات المملة معه ومع الفريسيين، أو بينه وبين الفريسيين، ولدرجة أني أصيب بالتهم، اتهموه في بعض الأمور وطلبوا بقتله. على أي حال نفذوا الخطة بتاعتهم بعد ذلك في صلبه. لكن لما الناس كلها في فرحة العيد وفي التوقيت المزبوط اللي فيه يعتبر الذروة بتاعت العيد، اليوم الأخير يسميه الكتاب العظيم من العيد، في التوقيت ده وقف يسوع ونادى، وكأنه يريد أن يصل بهم إلى شيء مهم، وهو أنه لا يمكن أن يحصلوا على ما يرجونه من شبع وارتواء
وفرح من خلال مواسم ومناسبات. زي ما انتوا عارفين عند اليهود في مناسبات، في مواسم، في أعياد يصعدوا فيها إلى أورشليم يعيدوا بناء على أمر الرب أو طلب الرب منهم ذلك. وهم بيعملوا حاجة ميكانيكية، حاجة بيعملوها خلاص تعودوا عليها دون الشعور بما يرجون أن يشعرون به. لكن الرب يسوع وقف بينهم ويريد أن يوضح هذه الفكرة العظيمة لهم ولكل الذين يقرؤون هذه الكلمات، أن المواسم والمناسبات والأعياد والممارسات والزحمة واللمة والهمة كلها دي مش ممكن أبداً تروي الإنسان أو تشبعه أو تملأ فراغه. أمال من اللي يشبع؟ من اللي يملأ الفراغ؟ من اللي يسدد الاحتياج؟ من يخلي الإنسان مرفوع الوجه، مرفوع الرأس؟ مين ده؟ لقد وجههم إلى شخصه، زي ما قلت امبارح، نادى لا للشرب من ماء، لكنه نادى للعودة إلى شخصه معطي ماء الحياة. عشان كده قال العبارة الجميلة دي: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. مع ملاحظة شيء هام، لأن الدعوة مهمة للغاية والمدعوون أيضا لهم إعزاز وغلاوة على قلب الرب، لذلك يقول الروح القدس هذه الكلمة الجميلة: نادى. نادى، وأعتقد كلمة نادى يعنى بها نادى بصوت مرتفع، نادى بصوت عال، مش مجرد كلمة همس في أذن اللي جنبه واللي جنبه واللي جنبه، لكن لا، نادى. ولعلمكم كلمة نادى جت في لوقا أصحاح 16 عن الغني بعد أن مات ودفن، رفع عينيه في الهاوية ونادى. نادى على مين؟ على اللي شافه. رأى من بعيد إبراهيم فنادى قائلا: يا أب إبراهيم. وتدي نفس المعنى، نادى بصوت عال، أو أقدر أقول صرخ بصوت عال. ده بيذكرني الحقيقة بكلام جاء في سفر الأمثال، وإن كنت مش حافظ الآية صح لكن أقول المضمون: نادي، نادي للي ممدودة أعناقهم للقتل، أصرخ فيهم، نادي عليهم. قال الرب ليونان هذا التعبير: اذهب إلى نينوى والمدينة العظيمة ونادي. تعطي نفس المعنى. مرات كتير سامحوني في التعبير، لما بنتكلم عن النار بنطفيها، بحس أحيانا الكارز لما يتكلم عن النار بيطفيها، وأتمنى وأنا قاعد ما يتكلمش عنها ما دام ما يحسش بيها. لابد أن يكون الإحساس بالشيء قبل المنادات. ما حدش يقدر المرض ووجعه غير اللي أصيب بالمرض قبل الموجوع. أول ما يقول يقول له: حاسس بيك يا حبيبي لأن أصبت بنفس الشيء، أنا عارف إيه اللي أنت بتقوله. ودايما بحكي القصة دي مرات كتير عن واحد أصيب بحروق شديدة، اتحرق واتحط في المستشفى، وزي ما انتوا عارفين بيبقى الجسم عاري وفي شاش ابيض مشدود. ما يشعرش الشخص المحروق بالحرق وقت الحرق، لكن يحس بيه بعد ما الامور تهدى كانه بيتحرق من جديد، فيبقى الالم رهيب والصرخات مرعبه. فواحد راح يزوره من حبايبه فلاقيه كده نايم بصوت عالي، فقال له: شد حيلك، كن رجل، عيب ما تضحكش الناس عليك. فمن تحت الشاس قال له: حرام عليك، انت مش حاسس بيا، مش حاسس بيا. لا معلش، هيومين وعدوا. مش الشخص ده، جه واحد تاني فواقف عند السرير المحرول واللي واقف عنده الزائر ده عمال يبكي. فجه الممرض بيقول له ايه؟ بيقول له: الدنيا دي فيها عجائب يا استاذ. قال له: ليه؟ قال له: اللي قبلك كان يقول له خليك راجل وشد حيلك ومبتسم ويضحك، وانت هو يقول لا وانت عمال تبكي. قال له: انت مش عارف ليه انا ببكي؟ قال له: لا. قال له: اصلا انا كنت على السرير ده قبله، اتحرقت وكنت على السرير ده قبله. عشان كده لما يقول انا حاسس بيه،
أنا حاسس لأني موجوع قبل منه. إخوة وأخواتي، أقول الكاريزين والمستقلين بخدمة ربح النفوس، ما لم تشعروا بغلاوة النفس كفوا عن أن تقدموا المسيح لها. ما لم تشعر بحاجة النفس اللي قدامك وتقدرها، أنا أفضل أنك تكف عن الكلام. حس بالشخص اللي قدامك، إن رب المجد يسوع الذي نادى يشعر بغلاوة النفوس على قلبه، أتى من السماء لأجلها خصيصا، يعرف قيمتها، يعرف غلاوتها، يعرف إعزازها، يعرف يعني إيه عطشان، يعرف يعني إيه عطشانة، يعرف يعني إلى أي شيء هذه النفس عطشانة. ولذلك لم يتكلم برخاوة، ولم يقدم خدمة هزيلة ركيكة، لكنه نادى للشعب بصوت عالي، نادي، نادى، نادى. تعرفوا يوناني اللي نوهت عنه من لحظة؟ قال له روح نادي عليها، قم هرب، هرب، ما قدرهاش نهائي، عاوز يحرقها. قال له لو تحرقها واشوف يوم عليها بنفسي، ده يبقى يوم الهنا، لما اشوف نينوى وسكانها يتحرقوا بالنار. شفت الروح؟ شفت الروح اللي في النبي؟ ادي الروح اللي في النبي. ولما الرب ضغط عليه وارساله لاتمام المهمه، يقول لك ان المدينه كانت مسيره ثلاثه ايام، تمشي ثلاث ايام ما تخلصهاش. اخونا يونان عطاها صرخه شمال وصرخه جنوب، عطاها صرخه شرق وشرق وغرب، وراح في مكانه قعد وحطيته على خده مستني، ها هشوفك بقى، انت قلت له روح قول بعد 40 يوم تنقلب المدينه، يلا هشوف. طب انت اديت المهمه صح، لكن الرب اللي بقدر غلاوه النفس وقيمتها لم يصمت، عرف يأثر في القلوب بطريقه او اخرى. اخوه واخواتي، اود ان اقول لكم ان الذي يشرفه رب المجد يسوع في هذا الاتجاه، في هذه الخدمه، خدمه ربح النفوس، خدمه الكرازه، خدمة نقل الأخبار السارة، خدمة أخبار الإنجيل توصل النفوس، ما هي إلا تشريفة من الرب له. لكن بي أو بغيري، بك أو بغيرك، يستطيع الرب أن يصل إلى النفس العطشانة ويستطيع أن يرويها. لكن شيء عظيم إن أنا وإنت نشترك مع الرب في هذه الخدمة وفي هذا العمل. لماذا نتكاسل؟ ولماذا نتراخى؟ ولماذا نقدم الرسالة بنوع من الهزال الروحي على الإنجيل الهزيل، مع أنه قوي؟ قال عنه الرسول بولس في روميا 1: لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص. أنا مش بتكلم على قوة حنجرة، ينبغي أن نقدم الإنجيل بقوة الروح القدس. ولذلك كم أتأثر من كلمة نادى، نادى يسوع، نادى في اليوم الأخير العظيم من العيد. لم ينادي وهو جالس، لكنه نادى وهو واقف. وقف يسوع ونادى. أنا عاوز بس تتأملوا معايا، مش مجرد رسالة وخلصت. حلو إن نحن نكلم الخطاة، لكن أرى مؤمنين ومؤمنات كثيرين قدامي، بل أغلبية مؤمنين ومؤمنات. خلينا نعيش الواقع. عزيزي المشاهد، بعد الكلام اللي سمعناه وشاهدناه مع بعض، دعني أقص عليك هذا الاختبار الذي حدث معي شخصيا لتعرف قيمة وغلاوة النفس. في إحدى القرى المصرية التي خدمت فيها، طلب مني بعد الخدمة زيارة شخص مريض على حافة خطر الموت، لكن بكل أسف لأني كنت لابد أن أسافر، أجلت الأمر إلى الغد وسافرت. لكن بكل أسف لما رجعت في اليوم التالي، وجدت قد انتهت حياته. الأمر الذي أثر فيه كثيرا، وإلى الآن أذكره وأنا أشعر بالأسى وبالألم العميق، لأنني لم أسرع الخطى لتوصيل الرسالة لشخص كان على الموت، أجلت إلى الغد. لكن بكل أسف الموت لم يؤجل إلى الغد. لذلك لنتحين الفرص، لننتهزها، لنذهب إلى النفوس، لا نتباطأ،
لا نتكاسل، لا نكف، فأن نصل برسالة الإنجيل إلى النفوس التي قد أحبها المسيح. أشعر أنني أنا وأنت نحتاج إلى معونة خاصة من الرب، ونحتاج إلى قوة من عنده. هذا الأمر الذي يأتي عندما نصلي. لذلك دعني أصلي مع كل المحبين لخدمة الرب والكرازة أيضا. يا رب المجد يسوع، شكرا لك لأنك شرفتنا بهذا الشرف أن ننقل الأخبار السارة للنفوس التي أحببتها. املأنا بروحك، وضع في قلوبنا ذات عواطفك ومشاعرك، فنقدر قيمة النفوس التي ترسلنا إليها، فلا نقدم الكلمة بتكاسل لكن بنشاط. وهبنا نعمة لكي نقدم شخصك المخلص الوحيد، مسرعين الخطى دون تأجيل في توصيل رسالة الإنجيل إلى الذين أحببته. نثق أن رغبة قلبك أن نفعل هذا، لذلك لنا ما طلبنا، لك الكرامة والمجد إلى الأبد. آمين. أستودعك لنعمة الرب، والرب يباركك. إلا يسوع الحبيب.
ده مات علشان يفديني، مطعون على الصليب وقلبي في عز جراحه يلاقيه هو طبيب، وقلبي في عز جراحه يلاقيه هو طبيب، إلهي هو الطبيب. ده جماله بارع بارع أجمل من كل ناس، نور وجهه ساطع كل محبة وإخلاص، مش لاقي زي حبيبي يسوع، دورت في كل مكان مش لاقي زي حبيبي يسوع، دورت في كل مكان، دورت في كل مكان. يا اللي العالم خادعكم بالمال أو بالشهوات، تعالوا لخلاص نفوسكم، دلع عمر سنين لحظات، اتركوا زينة العالم ده يا مطوى أموات، اتركوا زينة العالم ده يا مطوى أموات، ده يا مطوى أموات. ده جماله بارع بارع أجمل من كل ناس، نور وجهه ساطع ساطع كل محبة وإخلاص، مش لاقي زي حبيبي يسوع، دورت في كل مكان مش لاقي زي حبيبي يسوع، دورت في كل مكان، دورت في كل مكان.